في هون مجال الواحد يقعد بتشايف؟ هذا نص كرسي إذا بدكم تستفيدوا منه. ما بنقعد عليه يعني؟ لا ما فوق ما في شيء يعني اللي بيحب يقعد عليه. تم العدد لما لسه في حدا بيجي. بلش يا شباب؟ بلش؟ يعطيكم العافية، أنا اسمي دكتور أحمد خوام، طبيب أمراض عصبية، دراسات طبية سنة خامسة. رح أعطيكم الشق العملي من مادة المهارات السريرية. الشق العملي حركز فيه على موضوع الفحص السري. مثل ما قلت لهم لزملائكم كمان بالجلسات اللي قبل، حاولوا تركزوا على الأمور اللي بركز فيها، لأنه حتيجي فيها الأسئلة بالفحص، تمام؟ بتلاقوني إنه مركز على نقاط حتيجي منها الأسئلة إن شاء الله. رح نقسم جلستنا لثلاث أقسام، ثلاث محاور. بعد كل محور ناخذ استراحة لعدة ثواني ونفتح مجال للأسئلة، فإذا عندك سؤال حاول تأجله لنهاية كل جلسة. نبلش بالمحور الأول، موضوع الجيت أند ستانس، المشي والوقوف. في الحقيقة المشي عملية معقدة بيشترك فيها عدة أجهزة عصبية، بيشترك فيها الحركة، المخيخ، الدهليز، الحس العميق. فإذا اضطرب واحد من هدول حيعمل لك نمط معين من المشي المرضية. هركز أنا بمحاضرتي على ثلاث أنواع مشي أساسية بنشوفها بالحياة العملية. رح نبلش المشي الفالجية، هيميباريتيك أو هيميبلاجيك، عادة بيكون فيها إصابة بالدماغ مثل حادث دماغي وعائي، آسف، مثل ما بتعرفوا لما يكون في عند مني لا سمح الله مرة تانية كثير عم فاهم حالي بهالمحاضرة، لما يكون عند مني جلطة باليسار وين بيكون في عندي خزال؟ باليمين، تمام؟ فالمريض يعني إصابة باليسار حيكون عند منه الخزل من نمط التشنجي باليمين بشكل إنه الطرف العلوي بيكون معطوف والطرف السفلي بيكون مبسوط، مع حركة تدوير للداخل بيبرم رجله التعبانة لقدام ومن داهية. شوف شلون؟ حركة نصف دائرية. تمام؟ هاي المشية الفالجية، شوفوا شلون؟ هاي أي جهة وين عنده فالج المريض؟ تماما، وين عنده منه إصابة دماغية؟ باليمين، تمام؟ كثير المشية الثانية باركنسونيان جيت، المشية الباركنسونية من اسمها بنشوفها بدا باركنسون. دا باركنسون من المميز الأساسي له إنه المريض بطيء بكل شيء، البطاء، فالحركة حتكون كلها بطيئة، المشية بطيئة، بالإضافة إن المريض بيكون كلياته بالعطف، تمام؟ كل شيء عنده معطوف وحركات قصيرة وبطيئة، تمام؟ مثل ما بتعرفوا دا باركنسون بيكون في عندي منه رشفة بالإيدين، فممكن تساعدكم هاي بالفحص إنه تشوفوا الرشفة بعيد مقدم، بس بدي اقعد عليها لشان افحص واحد من زملائك كمان نفس الشيء. هلا اذا بدك يعني بنقعد عليها بالليل. طيب لاحظتوا مرة ثانية، نرجع للرشفة ونرجع للمشي، المريضة كلياتها بوضعية العطف، حركات بطيئة، مشية كثير بطيئة، وعندي منها رجفان بالايدين. المشية الثالثة اللي بدي احكي عليها المشية المخيخية أو المشية بناحية التاكسيت جيت أو سيربيلر جيت، من اسمها بده يكون في إصابة بالمخيخ، أشع سبب لها هو التسمم الكحولي. لما يكون واحد متسمم بالكحول شو بيكون عنده منه؟ مشية مثل السكراني، تمام؟ فبيكون المريض يمشي على قاعدة عريضة، أنتوا بتعرفوا السلو إذا بتخليه مطوي يوقف شو بتخليه؟ يفتح رجليه، فالمريض ليتوازن يفتح رجليه، تمام؟ وبتلاقيه عم يمشي يتمايل يمين وشمال، يتمايل يمين مثل السكراني، تمام؟ المميز لهي المشي انه المريض بيكون عنده
إذا حاول يمشي المشي الترادفية بيقع ما بيطلع بيده. شو يعني المشي الترادفية؟ إنه على خط واحد يمشي الكعب سلمي، إنه يمشي على خط واحد الكعب على الأصابع، الكعب على الأصابع، الكعب على الأصابع، تمام؟ شوفوا شلون؟ مبعد بين رجلي عشان يتوازن. عم يترنح يمين وشمال. لما يطلب منه الفاحص انه امشي الكعب على الاصابع تاندم ووكينج، ما بيطلع بايده. تمام؟ ممكن تكون بس بطرف، لكن هذا المريض بما انه شاب غالبا عنده مرض تنكسي، تمام؟ فحيكون بالجهتين. شلون طلب ايده؟ يمشي قدر الامكان لانه مسك له ايده الفاحص وكانه عمل له ضلع ثالث، وكانه عمل له قاعده ثالثه يستند عليها، تمام؟ هي المشيه الرنحيه او المخيخيه. هذا هون بنكون انتهينا بالجزء الاول، الجزء الاسهل. بنفتح مجال للاسئله اذا عندنا سؤال. تفضلي دكتور. اذا بتصاب المخيخ تماما بنفس الجهه، تماما بنفس الشق، ما في تصارب بالاصابه المخيخيه. شيء ثاني؟ كثير منيح. ننتقل للقسم الثاني. بدنا متطوع، مين في عنا متطوع؟ حنحكي ارتاح. حنحكي على فحص الاعصاب القحفية بالشق الثاني. حافظين الاعصاب القحفية؟ خلينا نذكر. لا شو لا؟ لازم اكيد. طيب خلينا نراجع مع بعض اعصاب القحفية. الأول شم. olfactory nerve. خلينا نقوله بالعربي والانجليزي. الثاني optic nerve، البصري. طبعا لا تنسوا الاعصاب القحفيه تسمى برقمها واسمها. لو قلت لكم السابع خلاص بعرف شو هو السابع الوجه، تمام. ثالث واحد oculomotor nerve، محرك العينين. رابع trochlear nerve، بكري. خامس trigeminal nerve، ثلاث توائم. سادس abducens nerve. شو اسمه بالعربي؟ بعد العين، تمام. سابع facial nerve. تامن تماما cochlear nerve، القوقعة الدهليزي. التاسع nasopharyngeal nerve، اللساني بل الرومي. عاشر vagus nerve، مبهم. داش accessory nerve. ماش لاحظتم hypoglossal nerve تحت اللسان. يا احسنتم. طيب هلا واحد واحد حنمر عليهم بسرعه ونقول لكم ابسط الطرق لفحص كل عصب قحفي. ناخذ نبلش بالمجموعه الاولى، نبدا منها بالعصب الشم. العصب الشمي ببساطه لازم يكون في عندي رائحه عطريه وليست واخزه، لانه اذا بشم المريض رائحه واخزه تتنبه مستقبلات الالم نوسيسبتيف مستقبلات الاذيه اللي بتنتقل بالعصب الخامس، تمام؟ فأنا بحط شيء عطري معروف بالنسبة للمريض وبطلب منه يغمض عيونه، تمام؟ وبسكر أحد المنخرين وبحطه قدام أنفه، لازم يعرف الرائحة، ببدل بالمنخر الثاني. على فكرة ما في تصالب بالشم. هو الجزء الحسي الوحيد على فكرة الذي ليس له ريلي، ليس له قاعدة فيه مهام. كثير منيح. optic nerve، العصب البصري. لما بنفحص العصب البصري بنفحص خمسة شغلات، تمام؟ خلينا أقول لكم إياهم. visual acuity، حدة البصر. اثنين الساحة البصرية visual fields. ثلاثة رؤية الألوان. أربعة تفاعل الحدقات. خمسة فحص قار العين. للأسف صعب ساعدكم هلأ فيه، ممكن مراحل قادمة تفحصوا قار العين، طبعا بحاجة جهاز وقت أكثر من هيك. حنفحص واحدة واحدة من هدول. حنبدأ أول شيء visual acuity، نستخدم فيها Snellen chart. سوري، نطلب من الحكيم وقف مثلا بعد مسافة منيحة حوالي 6 متر هو ليكون اختبار قياسي. كما رجع كتير منيح، حنقول له begin test. هات شو هاد؟ اي كثير منيح. هيك ممتاز. هيك هيك تماما.
هيك هذا شايف مي معه؟ لا لأولكم كان أشطر ممكن لأولكم حذرون ECBDF طبعاً احنا هون يا شباب لما نفحص القدرة البصرية المصححة انا هون ما عم بختبر لك أسوأ الانكسار عم بفحص الوظيفة العصبية البصرية تمام؟ فلازم يكون المريض اللي بيحط نظارات يحط نظارات تمام؟ انا عم بفحص حدة البصر من الناحية العصبية ما عم بفحص أسوأ الانكسار. طيب ننتقل للفقرة الثانية مثلاً ناخد رؤية الألوان. ارتاح حكيم؟ هذا الرقم شو؟ 74 كثير منيح. هذا شو شايفينه؟ 74 لاحظوا هون انا بقول له الحكيم انه قد ما بدك قرب انا ما عم بفحص حده البصر عم بفحص رؤيه الالوان بيني معكم هي رقم ثاني هيك 12 كثير منيح. طبعا رؤيه الالوان بتضطرب بامراض مكتسبه وخلقيه أمراض خلقية مثل رؤية الألوان مرض خلقي وراثي وأمراض مكتسبة مثل التصلب الويحي لما يصيب العصب البصري يصير المريض عنده منه صعوبة في تمييز اللون الأحمر هيك بيني معكم تمام وهكذا هاي اسمها الويحات إيشيهارا الويحات عالمية وحتى الأرقام موحدة 42 كتير هاي صعبة مين أحسن؟ مين بيني؟ صراحة يا صاري هي شوفوا ولا حوا إذا بطلع بيكم ححاول أشركم شوفوا شلون؟ تمام؟ صاري صراحة صاري هي ما في مشكلة بكل الأحوال ممكن تلون على النت لويحات إشهارة مشهورة مرة تانية ممكن نراجع فحص القدرة البصرية ممكن سنيلين تشارتس إذا كان عند منه تراجع هام القدرة البصرية مستخدم عد أصابع فيجوال فيلتر اللي نحكي عليها رؤية ألوان و تفاعل الحلقات شوف تفاعل الحلقات طبعا مو ليزر هستخدم الضوء طلع بيان في حكيم إذا كنت النظارات فيش عقام طلع بيان فيه أيوة كثير مني لما أفحص الحدقة أنا شو بكون عم لاحظ ايوه اول شيء افحص المنعكس المباشر والكنسنشوال التوافقي لازم اثنيناتهم يتقلصوا تمام فاذا قلت له طلع بانفي انا هيك طلعت عم تتقبض وعيني على العين الثانيه كمان عم تتقبض نفس الشيء طلع بانفي طلع مريضه طبعا كنت ستوني انه هي تقبضت أخيراً حنفحص الساحة البصرية. الساحة البصرية فيها جهاز بشكل قياسي ممكن يفحص الساحة البصرية إنه بيحط المريض راسه ضمن مثل فضاء معين وبيشعل الأضوية لما يشوف المريض الضوء بيتبذر الضوء عم يكون متنقل بالفراغ بشكل يغطي كل جوانب الساحة البصرية. نحن ممكن نفحص الساحة البصرية إنه نطلب من المريض طلع بأنفي تمام طلع بأنفي ولما تشوف الألم عم يتحرك يلي شايف عم يتحرك كثير منيح هلا شايف عم يتحرك أيوة تماما بده يكون الساحة تقريبا ساحتي مثل ساحته تمام هذا فحص مسحي بالتقابل بيني وبين المريض على افتراض انه ساحتي هي سليمة طلع بأنفي هذيك عم طلع بالنص راسه بالنص راسه طلع بأنفي شايف عم يتحرك طيب هيك انا لو بعته هيك لا انا شايفه ولا انت شايفه تمام قرب 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 حتى انا شفت صرت شايفه هلا ايوه تماما نفس الشيء من الجهه الثانيه هيك اكيد مو شايفه كيف ما قربت شوي هيك عم يتحرك ممتاز نفس الشيء هيك لا انا ولا انت شايفه تمام قربت شوي صار عم يتحرك كثير ممتاز نفس الشيء لا انا ولا انت شايفه قربنا شوي صار انا وياه عم نشوف تمام من كل الجهات الاربعه المريض يكون عنده منه إصابة بالساحة ما بيخبي حاله مضل منقرب الألم هيك 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 حتى يشوفه تمام؟ إصابة الساحة لما تكون جلية ما بتخبي حاله طب بركي عم يشوف المحيط المركز
إصابة الساحة المركزية مرض مختلف تمام بتصير، بس بكل الأحوال وقتها بنفحص عين، لأن أنت عملياً الساحة المحيطية البعيدة بعين هي ساحة مركزية بعين تاني، تمام؟ وقت لما نكون شاكين إنه إصابة مركزية بنغطي عين، تمام؟ وبنفحص بعين واحدة إن كان ساحة محيطية من الوحشي أو ساحة محيطية بنفس العين من الإنسي، تمام؟ هذا الموضوع لما يكون شاكك أنت بعتامة موضعة بنقطة معينة. كثير منيح. طيب آخر شيء الفندوسكوبي صعب، هلا نساعدكم. هنحكي هلا على الأعصاب الثالث والرابع والسادس مع بعض. هدول بيحركوا كرة العين. نحن كم عضلة محركة لكرة العين عنا؟ ستة. كثير منيح. شو هنين؟ مستقيمات. أربعة مستقيمات وتنتين مائلات، تمام؟ المستقيمات كل واحدة بتشد لوين؟ لجهتها. كل واحدة بتشد لجهتها. المائلات كل واحدة بتشد لوين؟ عكس جهتها. ليه؟ هو ما اختلفنا انه مائلة، بس ليه؟ لأنه من اسمها بكرية. شوفوا شلون. نفترض العلوية، هاي ايدي رايحة هيك العضلة، ارتكزت على بكرة ورجعت في رجوع، ارتكزت على الصلبة. لما تشد شو بتعمل بالعين؟ بتنزلها لتحت، تمام؟ ايدي راحت ارتكزت على بكرة ورجعت برجوع، ارتكزت على الصلبة. لما تشد شو بتعمل بالعين؟ بتشدها. انت لانه ماسكتيها من قفاها، لما تشديها شو بتصير بالعين؟ لتحت، تمام؟ شلون بيتعصبوا هدول العضلات؟ كثير منيح. كلياتهم بيتعصبوا بمحرك العين سوى ايوه ابدوسنس بالمغامرات. كثير كثير منيح. طيب خلينا نتفرج على الصور المرضيه. هي شو هي؟ طيب بالبدايه كملاحظه، لما يجيكم السؤال بالفحص اكيد حيذكر لك بالسؤال انه المريض ينظر الى الامام، تمام؟ ما حيكون المريض عم يطلع لهون ويقول لك انه هي العين التعبانه، تمام؟ حيقول لك المريض ينظر الى الامام، معناتها العين اللي مو على النص هي المرضيه، هو اللي عم يسالك عليها، تمام؟ اول شيء يمين ام يسار؟ يسار. لانه هو حيسالك اصابه بالايمن او اصابه بالايسر، تمام؟ يسار. دائما انت المريض عكسه، اصابه باليسار. العين لوين رايحه؟ ايوه. بيكون اصابه شو معناتها؟ محرك العين الثالث. ليه؟ لانه انت تبعيد للوحشي شغال ولتحت شغال المائله المائله العلويه، مزبوط؟ تمام. فتتجه العين الى الاسفل والوحشي. كمان ملاحظه ممكن تساعدنا لما نشوف اطراق صحيح معاكس الحدقي، بس صعب الفحص ورجيكي انه يكون متفاعل او لا. طيب لما نشوف اطراق ايوه بيكون معناته اصابه بالثالث. ليه؟ ايوه احسنتي. رافعه الجفن العلويه بتتعصب من الثالث. الودي شو بيعصب؟ اذكر الودي. انا ما بدي اشغلكم بالشغلات اللي ما بتفيدكم يا شباب يا صبايا. هو صحيح يا شباب عم بحكي على حركات الجفن. حركات الجفن انا ما بدي اشغلكم يا شباب يا صبايا. بيتعصبوا بثلاث اعصاب، الوجهي ومحرك العيني والودي. اغلب عضلات الجفن التعبيريه بتتعصب بالوجهي، تمام؟ لكن اقوى عضله رافعه للجفن بيعصبها المحرك العيني. فلذلك لما يكون في اصابه عصب ثالث بيكون في اطراق كثير واضح. التعصيب الودي للجفن مختلف الى حد ما بدي اشغلكم فكركم، بس هذا بيعصب عضله مولرز بتعرفوها، العضله الرضفيه للجفن. الجفن نفسه هو عضله، تمام؟ فلما تشد المقويه الوديه بشد العضلات فبتضيق الفرجه الجفنيه، تمام؟ او بالاحرى انا اسف تتوسع الفرجه الجفنيه، لانه هذا قوس، لما يشد القوس بتوصل مسافه فيها. الموضوع صراحة ما كثير بتشغل فكركم فيه، لأنه كثير هو شيء هامشي لما تلاحظ إصابة الودي موضوع الجفن. حتى إذا بدكم لما يكون في إصابة ودي ما بيكون الجفن العلوي، وإنما بيكون إطراق مقلوب، تمام؟ لأنه بيكون العضلة الجفنية السفلية بدل ما تكون شادة لتحت بتكون مرخية، فبيكون إطراق لفوق، تمام؟ نصف يعني إذا قلت لكم لما إصابة ودي هذا الموضوع ما فوتوه من هون وطلعوه من هون. لما يكون في عندكم إصابة ودي فبيكون عندكم اطراق مقلوب،
هاي الجفن بدل ما يكون مشدود وقويته الطبيعية بتلاقيه هيك هيك لفوق تمام؟ هيك لفوق فهو إطراق مقلوب تمام؟ هذا هو إصابة ودي هاي بنشوفها بمتلازمة هورنر تمام؟ ما تشغلوا فايكن لما تشوفوا إطراق بالجفن العلوي معناته إصابة حركة عيني تالي هاد هلا شوف اول شيء صراحه انا ما بدي كمان رد اشغلكم فكركم العضلات المائله لها مركبه مدوره ولها مركبه مبعده تمام لكن فعلا الاساسي هو خافض لكره العين بالنسبه للعصب البكري فانتم بشكل اساسي العين يمكن انه رايحه شوي للانسي لكن بشكل اساسي طالعه فوق تمام فمعناتها اصابه شو اصابه بكري ما حيكون هو جزء من عصب انه يكون والله اصابه مثلا المباعد واصابه جزء من الثالث ما حيجيكم هيك سؤال حيكون سؤال واضح جدا حيكون العصب كامل مصاب تمام فهي العين طالعه لفوق بشكل اساسي يمكن انه رايحه شوي على الانسي معناتها اصابه شو بكري كثير هاي ايوه طبعا هاي السليمه ما حيكون هاي السليمه وهي المرضيه هيكون هي المرضية لأنه رايحة الإنسي معناتها إصابة شو؟ مبعد العين بأي عين؟ باليمين كثير منيح لحتى نفحص حركات العينية بشكل مسحي نطلب من المريض من الحكيم إنه تطلع بإصبعتي وين ما بحرك إصبعتي راسك يضل ثابت تمام؟ طلع لهون طلع فوق برسم حرف H هيك لتحت طلع فوق برجع للنص برجع هيك طلع فوق لتحت للنص تمام هيك بكون حركت كل عضلات العينية بكل الاتجاهات طيب رح ننتقل للقسم الثاني من الاعصاب القحفيه الخامس trigeminal nerve العصب الخامس له مركبه حسيه ومركبه حركيه المركبه الحركيه بتعصب شو عضلات المضغ ماستيكيشن تمام شو مثلا نفحصهم هدول نطلب من المريض يفتح تمه لفوق لبرا لبرا ايوه لا لازم ما يطلع بيجي سكره خليك ايوه 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 منيح لا تنسوا عضلات المضغ هي من اقوى العضلات ان لم تكن هي اقوى عضله بالنسبه لوزنك كس على دراسك ايوه كثير منيح ارخي ارخي شد ارخي تمام من جسد التمبراليس مصر تماما التمبراليس مصر شو عملت يا دكتور؟ بدي اشد على دراسك اخي تمام شدي تمام شدي اخي شدي تمام تمبراليس مصر المركبة الحسية طبعا احنا ممكن نجيب قطنة او باصابعنا نعمل له هيك حاسس مثل هيك هيك حاسس مثل هيك وبنفس الوقت ممكن نتحرى المنعكس القرن منعكس القرن نلمس القرنية محل الملون يعني محل القزحية لأنه إذا بتلمس محل الأبيض الصلبة المريض بيحس بس ما بيرمش ما بيطرف بشكل انعكاسي الرمش بيكون مباشر وتوافقي العينتين بيغمضوا مع بعض توزيع الحسي أوفثالميك عيني وماكسيلاري وماندبيلر فكيسوا فيه تمام؟ لاحظوا ملاحظة كمان خلال رفقاتكم ياها وصعب صراحة تسأل فيها بالامتحان لكن حلوة انه تعرفوها شايفين زاوية الفك؟ ما لملونة زاوية الفك لا تتعصب بالعصب مثلث التوائم وإنما سي 2 من رقبيات التانية فلما يكون مريض عند منه عميلك والله أنا مو حاسس لي وشي وتقول له هيك هيك مو حاسس وتقول له هيك إلا كمان مو حاسس هذا غالبا معناته عند منه تمارض ولينجرينج لانه هاد غير توزع عصبي تبع هاد تمام شايفين الزاويه ما بتاخذ من الترايجيمينال نيرف نفس الشيء موضوع الفحص الحركي نطلب انه افتح تمك كس على دراسك طيب سابع فيشن نيرف العصب السابع انتم هون ملاحظه هامه نواقل العصب السابع يا شباب يا صبايا تقسم إلى قسمين قسم علوي وقسم سفلي
القسم العلوي يتلقى تعصيب مزدوج من نصفي الكرة المخية. القسم السفلي يتلقى تعصيب واحد من الجهة المعاكسة. تمام؟ فلما يكون عند مني أنا upper motor neural region جلطة دماغية مثلا، فاللي حيتأثر هو النصف السفلي. ليه؟ لأن النصف العلوي لا يزال يتلقى تعصيب من الجهة الأخرى. تمام؟ بينما لما يكون عند مني أنا قطع بالعصب أو lower motor neural region، فحيكون الإصابة بالقسم العلوي والقسم السفلي. تمام؟ إنه العصب قطوع، فوق ما بيتحرك وتحت ما بيتحرك. أما لما يكون عند مني جلطة دماغية، فوق يبقى بيتحرك، المريض قادر غمض عيونه، المريض قادر يرفع حواجبه لفوق، لكن غير قادر إنه يحرك وشه بجهة الإصابة. فبالتالي بيعمل لقوة، بتكون جهة اللقوة باتجاه السليم. هيك هاد مشلول، هاد مشلول ما بيتحرك، وهذا شده لعنده. تمام؟ هاد مشلول، انتم وين بيروح؟ الجهة سليمة اللي شدت لعنده. تمام يا شباب يا صبايا؟ ايوه تمام، لانه النواة القسم العلوي تبعها تتلقى تعصيب مزدوج بين الطرفين من الطرفين. كثير منيح. لما نفحصه بشكل مسحي نطلب من المريض يعمل ابتسامة عريضة حكيم. تمام؟ غمض عيونك بقوة، شد 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 على عيونك، شد شد، ايوه خليه يعمس، ارفع حواجبك لفوق. تمام؟ من فوق تمك. المريض بيكون عنده شل وشي ما بيطلع بايده يعمل هالحركات، فورا بيبين معكم، ما بيخبي حاله يصير باصب وشي. خلينا لهون نرد الراجعه اللي حكينا. ايوه طولوا بالكم، هلا اثنيناتهم مسلمين، اثنيناتهم لقوى. اول شيء وين عندكم الجهه المشلوله؟ باثنيناتهم الجهه المشلوله وين؟ باليسار، لانه التم رايح لوين؟ على اليمين. شايفين التم وين رايح؟ هي شغاله عم تشد لعندها، هي مصابه. لكن لاحظوا بين هي وهي، هي المريضة قادرة ترفع حواجبها وقادرة تغمض عيونها، معناتها إصابتها وين؟ سنترال، لأنه النصف العلوي من النواة لا يزال شغال يتلقى تعصيب من الجهتين. النصف السفلي انحرم من جهة إصابة. أنت وين الإصابة وين فيها هي؟ بأي مخ مصاب؟ أيوة يمين. تمام؟ لما يكون في عندنا هون جلطة دماغية، النصف السفلي ما عاد فيه يتحرك، لكن العلوي يتلقى تعصيب من الجهتين. اليمين سليم بس المخ المصاب ايو؟ اليمين، ما في عندك تصالب، مظبوط. بينما لما يكون peripheral facial palsy، peripheral محيطي، العصب مقروض، العصب مقطوع، العصب فيه التهاب، يكون في عنا إصابة علوية وإصابة سفلية، غير قادرة على رفع الحواجب، غير قادرة على إغماض العين، وبنفس الوقت التم رايح على الجهة السليمة. تمام يا شباب يا صبايا؟ واضح؟ تمام، بس نحن بنقول شلل وين؟ شلل أيسر. أنت لما تقولي المريض عند منه خزل أيمن أو أيسر، هو جهة الضعف. أنا عند مني خزل أيمن، هذا الجهة ما بحركها، بقول إنه عند مني خزل بجهة اليمين، ما بقول عند مني والله خزل باليسار، نحن بنصرف جهة الضعف. تمام؟ وهذا بالنسبة للمريض اللي بيهمه، ايده اليمين ضعيفة ما بيهمه شيء طويل. طيب، العصب الثامن القوقعي الدهليزي ما حأشغل لكم فيه، فقط ركزوا لي على النقطة إنه هو بالنسبة قوقعي الدهليزي مسؤول عن السمع ومسؤول عن التوازن، فحص السمع والدهليز صراحة مؤقت يحتاج وقت، ما حأشغل لكم فيه. المجموعة الثالثة من الأعصاب القحفية، حناخد أول شيء العصبين مع بعض، التاسع والعاشر بنفحصوا دائما مع بعض. بشكل عام العصب التاسع هو حسي إلا بحرك عضلة واحدة، بتعرف شو هو؟ أيوة أحسنتم، الإبرية البلعومية. والعصب العاشر بحرك كل العضلات. الحس أعلى من الحنجرة مسؤول عنه العصب التاسع، من الحنجرة ولتحت حسي وحركي مسؤول عنه الفيغاس المبهم. كثير لما يكون في عند مني إصابة بالتاسع أو العاشر بيتأثر الجاج ريفلكس، منعكس التهوع. لكن بنفس الوقت التهوع بين البشر مختلف، في ناس على الريحة بتلعن نفسها، وفي ناس لو حطيت شيء بسقف حلقة ما كثير بتنزعج.
فالتقييم على جهة الإصابة منطلع على انحراف اللهات. شايفين اللهات منحرفة لوين؟ هاليمين. معناته الإصابة وين؟ شو اعتمدوا؟ لا طولوا بالكم، بغض النظر انه في تصاب لا، انا ما عم بكون بدماغ اي عصب مصاب، تمام؟ المصاب هو الجهة اليسار. ليش؟ ركزوا معي. لو قلت لكم انا له المريض قول حيرفع حنكه لفوق، حتروح اللهات على النص، تمام؟ طيب لو قلت لكم هذا مشلول وهي عم تتحرك، رفع هذا لفوق، هذا بده يلحق لحق، تمام؟ بيشده لعنده. اللهات وين بتروح؟ على الجهه اللي عم تشدها، شيء شبيه باصابه الوجه، تمام؟ بتروح على الجهه السليمه. نفس الوقت نحن ممكن عن طريق استخدام مرآة انه نطلع على الحنجره ونشوف اي حبل صوتي اللي ما عم يتحرك، لما ندور المريض يقول ايه، طيب الحبلين عم يروحوا ويجوا. لما يكون في عندك شلل بجهه هذا العصب ما بيتحرك، تمام؟ عاده بيكون المشلول بيكون على المنتصف. يعني هو المشلول هذا بالجهه اليسار، تمام؟ هذا اللي بيكون عم يتحرك لو كان عم يتحرك. لو كان في صوره فيديو يعني قصدي. انه دائما هو بيكون مشلول على الخط الناصف. لما تقول له يقول ايه بصير بشد عنده، بتشد العضله بتتعادل عنده. ايه لازم الثاني يزيد. تماما. يكون زاح واحد، الثاني بيعمل. السليم هو اللي زاح. تماما، السليم هو اللي عم يتحرك اللي بيزيح. لذلك لما يكون في عندنا اصابه عصب مبهم ثنائي الجنب، وهذا امر نادر صراحه، يتعرض المريض للاختناق. لانه اثنيناتهم بيرجعوا على النص وبيخنقوا المريض. تمام؟ هذا امر نادر صراحه يصير في عندنا اصابه مبهم ثنائي الجانب، غالبا بتكون لاسباب رضيه، غالبا بتكون لاسباب رضيه جراحيه، كون جراح فاهم كثير شرط له رقبته وعرضت العصبين المبهمين مع بعض. طيب اللي داعش اكسسوري نيرف او سباينال اكسسوري نيرف، لانه كل اليافه طالعه من النخاع الشوكي، بيعصب عضلتين هنن شو؟ ايوه قصيه ترقيه خشائي. من اسمها؟ تنشأ من القص ومن الترقوع وبترتكز على الخشاب. لما تشد العضل اليمين بيروح الراس لوين؟ بيروح على الجهة المعاكسة. ليش؟ ركزوا معي. أنا هون عندي من العضلة القصية الترقية الخشائية ومرتكزة على الخشاب، شدت لعندي، وين راح راسي؟ الجهة المعاكسة، لأنه عم تقرب الخشاب على القص. تمام يا شباب يا صبايا؟ شبه المنحرفة بترفع الكتاف لفوق، فحصن شلون؟ نطلب من الحكيم ارفع الكتاف لفوق، ايوه منيح، خذ لي راسك لهون، اكثر شد 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 هون تاب، شد لهون كثير منيح، غالبا ما بيطلع بايدك تغلب المرض. هي فحص العضلة القصية الترقية الخشائية، وهي فحص تشابيزيوس شبه المنحرف. اخيرا هايبوكلوسال نيرف تحت اللسان بيعصب عضلات اللسان. فحصوا نطلب من المريض يمد لسانه لقدام، يحرك لسانه يمين يسار، ممكن لحتى يتحرك قوته. بطلب من المريض فش لي اصبعتي من جوات دماغه، فوش ايوه. طبعا ما حطلع لسانه اصابيعي خلص كله لسانه، تمام؟ طيب تمام. لما يكون في اصابه واحد صار ما بيروح الجهه الثانيه، ما بيروح الجهه الثانيه، لا عاد الثانيه والله العظيم. طيب نفحص على حده مثل ما اتفقنا، عشان نتحرك قوه من جوات الفم، نضغط باليد على اللسان. وين جهة الإصابة يا حلوين؟ شوف اعتمدوا. طيب رح أرويكم إياها. طلعوا معي. هي الفم، هي اليمين وهي اليسار. اثنيناتهم مزوقين ببعض. لما يقرب اليمين واليسار بيقربوا اثنيناتهم على النص. طيب إذا هي مشلولة وهي شغالة، قربت هي لقدام، هي ما عم تتحرك، وين بدي اروح؟ هي ما عم تتحرك. مرة ثانية، هي شغالة
وهي ما عم تتحرك، هذا مد لقدام، هاي وين بدها تروح؟ جهتي صاوي تمام؟ ما تتحرك. لو هات لانه شدت لعينها عشان عم تمدي لقدام. لو هات طلعت محل ما شدت تمام؟ اما انت عم تمدي لسان لقدام، شغله ميكانيكيه بحته، ركزوا معي مره ثانيه. هاي شغاله، مدت لقدام وين راح حسام؟ هي ما عم تمد لقدام لانه تمام. نفس الوقت ممكن في شغله تساعدكم انه لاحظوا هون في طبول تمام؟ فالجهه الاصابه هي باليسار تمام؟ وبنفس الوقت هي جهه الضمور تمام يا شباب يا صبايا؟ كثير طيب هيك بنكون خلصنا الجزء الثاني من محاضرتنا، بنفتح مجال الاسئله اذا حدا عنده منه سؤال. تفضل حكي. لا هلا كل عصب شوفوا لا صراحة تعصيب اللسان وعضلات اللسان أمر كتير معقد، من أعقد العضلات العضلات اللسانية، إن هن أربع عضلات ثلاثة منهم بتعصبوا باللسان. يا شباب يا شباب يا صبايا رشا اللي بده يحب يحكي يطلع لبرا، أنا ما عندي مني مشكلة يطلع لبرا يحكي، وبحب يرجع إمتى بده ما عندي مشكلة. بتعصبوا من يا اخي ثلاث عضلات بالعصب اللساني، واحد منهم العضله الرابعه بتعصبوا بالفيكس. لكن اخي صراحه حركات لسان من اعقد الامور لانه هي الياف متداخله تمام. فانت بدك تحاول لما تدور على جهه اصابه تثبت الشيء اللي بدك تقيس عليه، لذلك القياس هو فقط بمد اللسان. مد لسانك على اي جهه انحرف انحرف لهون معناته هون جهه اصابه تمام. ما تفكر الموضوع انه والله الحركات معقده باللسان، موضوع انه صراحه ميكانيكي كثير معقد تمام. لذلك لما نفحص فقط بنريح راسنا مد لسان لقدام، شوف اي جهه انحرف عليها معناتها هي جهه الاصابه. تفضل حكي. لا فقط لا يعصب غير العضلات ليس له مركبه حسيه. نشوف دكتوره. نعم مو كل هون فقط الزاوية تمام. تمام تمام يعني بده يكون عنده منه إصابة شامل الاثنين، وهذا شيء نادر تمام. يعني واحد عنده منه إصابة بالعصب مثلث التوائم، شو هالصدفة يكون عنده منه إصابة بمثلث التوائم وإصابة بالرقبيات؟ وغالبا الأمور ما بتجي معزولة، يعني بمعنى يعني عنده منه إصابة بالرقبة حيكون عنده منه بقية التظاهرات السريرية لإصابة الرقبة تمام. لا تنسوا هلا سي 2 سي 2 حقيقة ما بتحرك الايدين وانما بتحرك عضلات الجذع تمام. انتوا لا بتعرفوا الضفيرة العضلية تبدا من سي 5 سي 5 1 3 1. لكن لما تكون اصابة معزولة انه هون ما عم بحس وهون ما عم بحس بيقترح التمارض، لما تكون اصابة مثل هيك معزولة. تفضل حكي. هلا الاعصاب القحفيه كلها لا تتصالب الا العصب البكري، هو حقيقه موضوع التصالب بالعصب البكري موضوع يعني في لكم فلسفي اكثر ما يكون حقيقي. متى ما طلع العصب برات الماده الدماغيه لا يتصالب لا بكري ولا غير بكري، لكن نواه العصب البكري اليمنى تعصب العضله المائله العلويه اليسرى، يعني جوات النسيج الدماغي جوات جذع الدماغ بيمشي له خطوطين اثنيناتهم بالضبط، يمشي له خطوطين وبيطلع من الجهة الموافقة، لكن هي النواة تبعها بالجهة المقابلة، يعني النواة اليمنى تعصب العضلة اليسرى. العصب البصري؟ العصب البصري حقيقة معقد أكثر لأنه الألياف الإنسية تتصالب الألياف الوحشية لا تتصالب. تماما تماما تماما، بالنهاية موضوع كرام الساحة بهالتصالب بيكون في ساحة نصفية. ما بده يكون انه يمين ما بيشوف او يسار ما بيشوف، بالعينتين ما بيشوف نص هلال. ما تشغلوا بالكم بالقصص. شيء ثاني يا شباب يا صبايا؟ شيء ثاني؟ ناخذ المحور التالي؟ يلا. حنحكي المحور الثالث على فحص العصبي للاطراف. ركزوا على النقطة. ركزوا على هالنقطة، شو هو الفرق بين إصابة العصبون المحرك العلوي وإصابة العصبون المحرك السفلي؟ بالبداية، شو هو العصبون المحرك العلوي؟ أيوة، كثير منيح، شوف هو أي إصابة من القشر الحركي مروراً بالمحفظة الداخلية، مروراً بجذع الدماغ،
النخاع الشوكي وصولا الى القرون الاماميه الهدف. تمام، هذا كل شيء فوقه upper motor neuron lesion من عند القرون الاماميه من عند اسطوانات الفا طالعين بالجذر الشوكي الى الضفائر الى الاعصاب المحيطيه الى الوصل العصبي العضلي الى العضلات. هذا كله شو؟ هذا lower motor neuron lesion. تمام، اتفقنا؟ طيب، للتفريق بين الأبر واللور موتور نيرون ليجن أهمية بالغة، لأنه بيقول لك وين مكان الإصابة، بين ما يكون عنده منه العصب مقطور، بين ما يكون عنده منه جلطة دماغية. تمام؟ ليه؟ لأنه اثنيناتهم من صفاتهم بيكون في سوري، لو قلنا هون السايز وهون عندنا الأبر وهون عندنا اللور، الويكنس موجود بالاثنين. بيجي لعندك مريض بيقول لك والله انا ايدي ما عم حركها، قد تكون upper وقد تكون lower، قد يكون جلطه دماغيه وقد يكون العصب مقطوع مثلا. تمام، فاثنيناتهم بيكون فيهم weakness present، لكن الاتروفي بيكون موجود بشكل واضح ب lower motor neuron lesion. شوفوا شلون، هي ضمرانه هي طبيعيه، هي اصابه lower motor neuron lesion. هلا ليش بتضمر؟ لانه العصبون الفا اللي بده يعطيها تغذيه تضل شاذه محافظه على مقويتها رايح، العصبون الفا او ما يمثله اذا انقطع العصب المحيطي وكانه عصبون الفا مات، نفس الشيء ما عم تصل تنبيهات، فالعضله ما عاد في شيء حافظ على مقويتها. تمام، واي شيء لا يستخدم يضمر، بينما باصابه العصبون المحرك العلوي لا تضمر العضله نسبيا لانه يبقى العصبون الفا عم يحافظ على مقويتها عم يعطيها تنبيهات. تمام، طيب بالمقابل ريفلكسز منعكسات بتكون increased مشتده في upper motor neuron lesion وضعيفه الى غائبه في lower motor neuron lesion. شوفوا المنعكس، مجرد نهره شوفوا شلون كان متفاقم. تمام، حتى لدرجة انه اذا بيلمس الوتر مجرد ينقر اصبعته عليه بيشتد. هذا upper motor neuron lesion. تمام، aggravated كثير. نفس الشيء مثل المنعكسات التون مقوية بتكون increased بالupper و decreased رخو باللور. يعني بمعنى المريض هو مو شادد ايده بس بقول له الحكيم انا هلا مالي شادد ايدي، فحص مخوي شد عندك بتلاقيها قاسيه، وين ما حركها بلاقيها قاسيه. تمام، حركها هيك حركها هيك بلاقيها قاسيه مشتده المقويه. بالمقابل لما يكون اصابه نورون سفلي بتلاقيها رخوه، وقت كانك حامل قطعه لحمه لخروف مذبوح ما بيحرك شيء. فسيكيليشنز تقلصات الحزنيه بتكون موجوده ب اللور موتور نيرون ليجن وغائبة بالأبر. شوفوا تقلصات حزامية، تمام لحالة هو ما عم يحرك شيء، لحالة عم ترقص العضلة تحت الجلد، هي باللور موتور نيرون ليجن. مرة ثانية اشتغل، شايفين شو عم ترقص هذا لحالة؟ هي إصابة لور موتور نيرون ليجن. تلميح؟ أخيراً بابينسكي ريفلكس منعكس بابينسكي بيكون موجود بإصابة الأبر موتور نيرون ليجن وغائب في إصابة لور موتور نيرون ليجن. شوف منعكس بابينسكي، تنبيه الجلد الأخمصي من الوحشي من العقب وحتى الأصابع. ايوه هذا هو ايجابيه معكس بابينسكي اللي بنشوفها بالابر موتور نيرون ليجن، بسط الابهام وتبعيد الاصابع فانينج. تمام، بسط الابهام دكتور بابينسكي اشوفه ايجابيه، يعني هو بيعمل بسط وبيعمل بسط بالابهام وتبعيد الاصابع. الطبيعي هو الطبيعي ايوه اثنيناتهم يكونوا بيطبوا على بعض الاصابع لتحت. بابينسكي ايجابي معناتها بسط لفوق. تمام تمام، المرضي بابينسكي. تمام يا شباب، عرفتوا التفريق بين الابر واللور موتور نيرون ليجن؟ كثير طيب،
حاعطيكم كثير معلومات تخصصيه، حركز على ثلاث امور اساسيه لفحص الاطراف اللي مثلنا كلياتنا. اهم شيء هو فحص القوه، تمام، وفحص المنعكسات وفحص الحس. القوه لما بدنا نفحص القوه نفحص قاصي وداني، باسط وعاطف، طرف علوي وطرف سفلي. شو مثلا عند الحكيم بنقول له عمل هيك ايديك على فوق لفوق، حكيم شد هيك، شو دانيات لتحت، تمام، كمان داني، لو قلت له شد لعندك بايسبس كثير منيح، صوت لعندي ممتاز، الثانيه شد لعندك كثير منيح، خش عندي، هذا كله شو داني. العضلات القاسيه بنقول الحكيم ارفع لي رصاك لفوق، ايوه ممتاز، نزليها لتحت كثير منيح، اعمل لي حلقه مثلا يفتحها شد، ممتاز، عصا على اصابيعي كثير منيح، شد على اصابيعي ممتاز، اعمل لي حلقه مثلا يفتحها شد، ممتاز، ارفع لي ايدك لفوق، ممتاز، نزل تحت، هذا شو قاسي، تمام. الرجلين بنقول له صف لي رقبتك، هذا شو كمان داني، شد لعندك هذا داني، نفس الشيء كمان بسط لي رقبتك، لازم اطلع من ايدك، شد 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 شد، تمام، ممتاز، اسحب لعندك، هذا شو هذا كله داني. في كثير في طرق كثير لفحص الداني حسب شو العضله اللي عم تفحصها، لكن احنا لحاليا عم نفحص مربعات الرؤوس وعضلات المسكن الخلفي. القاصي انه دعاس بنزين، طبعا ما في داعي تشرحه هلا، دعاس بنزين ورجع برجوع عكس البنزين، تمام، دعاس بنزين هذا القاصي ورجع برجوع، القاصي دكتوره يعني واقف على رؤوس اصابعك او واقف على كعبك، تمام، هيك واقف على رؤوس اصابعك او واقف على كعبك، هي عضلات قاصي. هلا لاعطاء قيمه رقميه لدرجه الضعف في عندنا سكيل من 0 لـ 5، تمام، 0 لا يوجد ادنى حركه في الطرف من اسمه 0 مشلول، 0، 1 ادنى حركه يمكن ملاحظتها بالطرف، هذا 1 من 5، 2 من 5 المريض قادر على انه يحرك طرفه بمستوى افقي لكن غير قادر على ان يقاوم الجاذبيه، 3 من 5 قادر على ان يقاوم الجاذبيه لكن غير قادر اطلاقا على مقاومه الفاحص، بس يحط ايده فوق تنزل، 4 من 5 يقاوم الفاحص بشكل معقول لكن اقل من الطبيعي، والطبيعي هو الطرف الثاني، بالنهايه الناس متفاوتين بالقوه، في واحد بيلعب حديد في واحد ما بيلعب حديد، فنحن الطبيعي عندنا هو الطرف الغير مصاب، هذا نعتبره 5، 4 من 5 يقاوم الفاحص لكن ليس طبيعيا، 5 من 5 هو القوة الطبيعية. فحص المنعكسات الوترية أكيد ما رماكم كتير صايرة هلا بالفيزيولوجيا والتشريح، مليون شغلة بيحكوا فيها، ما حكتير نحكي عليها، لما ننقر نحن على الوتر بيصير في تمطيط تراضلة بتنتقل سيالة حسية بالجذور الحسية، بتعمل قوس انعكاسي على نفس الجذر الحركي وبتقلص نفس العضلة وهو منعكس دفاعي شامت تمزق العضلة. في عندنا بالجسم عدة منعكسات وترية، أنا رح ركز معكم على 4 منها بس، تمام؟ عندنا منعكس العضلة ذات الرأسين، منعكس العضلة مثلثة الرؤوس، منعكس الركبة ضاغصي، ومنعكس دابري أكيليز تندر ريفلكس. ببساطة حنفحص على الحكيم، حنبلش طرفين سفليين بيكونوا أكثر وضوحا، بدك تسترخي الحكيم، أنا حامل رجلك، أنا حامل رجلك، بعد مسترخي، تمام، استرخي، ممتاز، منيح، رجل ثاني، استرخي أنا حاملها، نجس الوتر، جماعة النظرة، استرخي حكيم، تمام. هلا اذا ما عم يطلع بايده يسترخي مقويات عم بقول له شد على ايديك، تمام، مش عم يحكي لي مقويات، لا لما اقول لك اياها بتعمل رجلك ماشي
القشر الحرج. وكأنه صار عندنا أبر موتور نيرولوجي، القشر الحرج مو فاضي، تمام؟ فعمل لك علامة وكأنه هرمية، خلى الرجلين تشتغل لحالها، تمام؟ تمام، أول رفلكس، الطرفين العلويين، أنت لابس جاكيت، ما طبعاً كمان لابس كنت جيت لحتى نلقط وتر، لحتى نلقط وتر العضلة، بنقول له للحكيم شد لعندك، شد لعندك، هذا ستيت فحلي مضبوط، هيك هو هذا استرخي حكيم. هلا انا بحمل ايدك، انا حاملها وبنقر على اصبعتي خلاص، انا ما بقدر اسويها. مثلث الرؤوس كمان بحمل الطرف يا معلم، انا حامل الطرف تمام. نفس الشيء بالطرف قلبي. اخيرا يا حلوين هنحكي على الحس. فحص الحس له عدة مستويات، فحص الحس الالم، فحص الحراره والبروده، حس اللمس، حس العميق، والحس القشر. سريعا حس الالم من اسمه كثير بديهي، نجيب شغله حدة لكن بنفس الوقت ما تكون مؤذية، حاسس انه شي شارب، حدة نفس حدة، تمام؟ شارب شي يكون حد لكن بنفس الوقت ما يأذي المريض، نفس الشيء ما شرط، يعني إذا لقيت المريض مانه متعاون ممكن تخليه له لا شوف انه شو عم بيمسك، موضوع شخصي بالنهاية. أنا لو شكيته وقال لي مو حاسس ما فيني أقول له كذاب، تمام؟ هلا افترضي والله قلت له إنه لا أنا مو حاسس وطلعت عم شكه وطلع عني كاتب إنه كان مو حاسس. الحس شغله سبجكتيف، شغله شخصيه. حس الحراره والبروده ممكن ناخذ نفس المطرقه نحطها على ايده البروده تاعها حاسه بارده، يا ابني الله طالب بارده حاسه بارده، ايوه تمام بارده. حس اللايت تاتش، اللمس الناعم، هيك حاسس مثل هيك مثل هيك مثل هيك، تمام بيكون متناظر. حس العميق هذا ركزوا عليها شباب، ربما بفيكم من ناحية العملية. حس عميق نحن ربما بنسمعه كثير بس ما بنمسكه بإيدينا. شو هو الحس العميق؟ ينفحص بشغلتين، حس الوضع، وضعة المفاصل، وحس الاهتزاز. وضعة المفاصل لو قلت له الحكيم بمسك هيك مفصله هيك لفوق وهيك لتحت عشان اشرح له شو بقصد. هلا غمض عيونك، اصبعتك لوين؟ اصبعتك لوين؟ هذا الحس موجود بكل المفاصل، كبيرة صغيرة تحت فوق رجلين يدين كل شيء موجود فيه. بيعرف الواحد انه رجله مرفوع لفوق او لتحت، هذا حس الوضع. حس الاهتزاز لازم يكون في رناني، صرت ما عندي رناني بستخدم بدالة جوال، بمسك ناتق عظمي وبحط تحت منه كمان شيء قاسي مشان ينتقل الاهتزاز بشكل كامل. شو حاسس؟ واضح يمكن قارن بالراس، من الراس لحد ما هو واضح كثير، لازم ما يكون في كثير فرق كبير بين ايديه والراس. ما في فرق؟ اخيرا الحس القشري. الحس القشري هو كيف الدماغ بيفسر الحس، بيفهم الحس، تمام؟ في له ثلاث اقسام بنفحص فيها الحس. الجرافيستيجا حس الكتابه، وستيريوجنوسس حس التجسيد، و 2 point discrimination حس تمييز بين نقطتين. بيكون في انا عندي مني وكانه مثل بيكار بيكون مدبب الراسين. انا بقول له المريض غمض عيونه، انا بكم نقطه لامسه كثير منيح، كم نقطه لامسه؟ لا كثير. طبعا بيختلف هو حسب التمثيل الحسي للمنطقه المفحوصه. الايدين اكيد ما عندها تمثيل مثل الرجلين، الرجلين اقل من الايدين، فالطبيعي للايدين حتى 8 ملم فارق بيناتهم، اقل من ذلك قد يحس المريض نقطه واحده. اكثر شيء فيه تمثيل حسي هو الشفاه، حوالي 2 ملم لازم نحس فيه تمييز بين النقطتين. ورافستيجا حس الكتابه ببساطه، حكي بزيده حكتب رقم بالانجليزي، غمض عيونك، هات شو هاد؟ كثير منيح، هات شو هاد؟ لا طول بالك مره ثانيه، هات شو هاد؟ طبيعي. لا طبيعي. طبيعي. اتجاه واحد. هلا انا دكتوره لما اكتب اربعه انا وياه لازم نفهم اربعه. طيب.
مشان ما تحرجوا حالكم اكتبوا شغلات هيك شو تمام. اخيرا يا شباب حط في ايد المريض شيء ولازم يعرف شو هو. غمض عيونك غمض عيونك ححط في ايدك شغله بدك تعرف شو هي. مكونه من ثلاث اجزاء. شو هي؟ حاول تتلمسها. شو معي؟ ايه عباط مطه كثير. ايه واخر شيء وحلا. تمام تمام. طيب اخيرا يا شباب ويا صبايا هاي رابط السلايدات اللي بحب ياخذها فريزي وفوق وتحت PDF. تعطيكم العافيه.